كيف يجب تخزين الخضر للحفاظ على نضارة اليوم الأول؟ لا يتم استهلاك الخضار التي نشتريها من السوق من خلال إبراز ألوانها الزاهية وحجمها الكامل ونضارتها بنفس السرعة في المنزل، لذلك تفقد نضارتها في وقت قصير. ماذا لو قلنا لك أن هناك طريقة للحفاظ على خضرواتك طازجة مثل اليوم الأول وبطريقة صحية مع القليل من اللمسات وبذل القليل من الطاقة؟ اغسل الخضر بالماء البارد. اغسل الخضروات جيدا ثم انقعها في الماء البارد قدر الإمكان لمدة 5 إلى 10 دقائق في الماء مع القليل من مكعبات الثلج. يجف حتى لا يتبقى قطرة ماء واحدة. اترك الخضروات التي قمت بغسلها وصرفها، وإذا أمكن تخلص من الماء الزائد في مجفف السلطة على منشفة مطبخ نظيفة حتى تجف تماما. الشيء الرئيسي أنهم لا يحصلون على الهواء ويتم التخلص من الرطوبة. ستبقى الخضروات الخضراء التي ستضعها في كيس تخزين محكم الإغلاق مع منشفة ورقية عالية الامتصاص طازجة لمدة أسبوع لأنها لا تتنفس ولأن ورق المنشفة يمتص الرطوبة. قبل إغلاق كيس التخزين احرص على إزالة أكبر قدر ممكن من الهواء. يمكنك أن تفعل الشيء نفسه مع حاوية تخزين بغطاء. بعد وضع قطعة من المناديل الورقية والخضر في قاع حاوية التخزين، ستمنع قطعة من المناشف التي ستضعها عليها الأوراق الخضراء من التبلل والفساد. إذا أعجبك الفيديو لا تنسى الاشتراك ومشاركته مع أصدقائك وتعليق تشجيعا لنا لكي نستمر بنشر المزيد.